جايين اليوم احنا على المصنع واحنا هو بناكل من عندنا وانتو بتعطونا منه اشياء كتير، وهو كمان بناخد احنا مصروفنا. اليهود امبارح اجوا احتلوا المصنع بطعموا الاف الايتام. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حطمت شركة الريان بالكامل ولم تبقي منها أي آلية في شركة الريان، وأعادت هذه الشركة إلى نقطة ما قبل الصفر. وهذا القرار أنا باعتقادي أنه قرار خاطئ وقرار مخالف للقوانين والأنظمة ومخالف أيضا للإنسانية، لأن هذا المصنع يقدم خدماته لأطفال أيتام ويتيمات ولا علاقة له بأي أمر آخر على الإطلاق. Thank you.